المخاطر الرئيسية وطرق الوقاية الخاصة بالعمال الزراعيين. السلامة تعني منع وتقليل مخاطر الحوادث والأمراض الناجمة عن العمل. الشخصيات المسؤولة عن السلامة: يحمي المرسوم التشريعي رقم 81/2008 في إيطاليا الصحة والسلامة في أماكن العمل. ففي أي شركة يجب أن يكون هناك نظام وقاية يضم العديد من الشخصيات التي تعمل فيها. فلنبدأ بالتعرف عليهم. صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم الشركة ويقيم المخاطر على الصحة والسلامة ويقوم بتعيين الشخصيات المسؤولة عن السلامة. المسؤول عن الوقاية يقوم بتنظيم الأشخاص والوسائل الخاصة بالحماية من المخاطر المهنية. الطبيب هو المسؤول نيابة عن صاحب العمل عن حماية صحة العمال. ممثل العمال يمثلهم في أمور السلامة والصحة ويمكن انتخابه من قبل العمال أنفسهم. يجب على العامل المحافظة على صحته وسلامته وكذلك صحة وسلامة الآخرين، حيث يجب أن يلتزم بتعليمات صاحب العمل ويستخدم بشكل صحيح المعدات والمواد الخطرة ووسائل النقل وأجهزة السلامة والحماية، ويبلغ عن أي مخاطر، ويجب عليه عدم إزالة أو تعديل معدات السلامة وعدم القيام بأي مناورات التي لا تدخل ضمن اختصاصه. إجراءات ووسائل الوقاية لحماية العامل بشكل ملائم من المخاطر المتواجدة في بيئة العمل، ينبغي التأكد من استخدام معدات الوقاية الشخصية. فلنرى ما هي: قناع الوجه، الخوزة، سماعات، قفازات مطاطية، حذاء، حذاء طويل الساق، بدلة العمل. يجب عدم القيام بإدخال تعديلات على معدات الوقاية مع مطالبة صاحب العمل بتغييرها في حالة تلفها. المخاطر البيولوجية في بيئة العمل الزراعية قد تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات ولدغ الحشرات أمراض. يجب استخدام معدات وقاية شخصية مناسبة. الجروح الملوثة بالتراب أو المواد الصادئة يمكن أن تسبب العدوى والتيتانوس، وإذا لم يتم معالجتها فإن عدوى التيتانوس قد تؤدي إلى الوفاة. يجب القيام بالتطعيم ضد التيتانوس واستخدام قفازات. مخاطر الاهتزاز: أدوات الاهتزاز وماكينات الزراعة ترسل اهتزازات إلى الجسم التي يمكن أن تسبب أمراض في الأطراف العلوية والعمود الفقري. أثناء استخدامهم من الأفضل ارتداء قفازات خاصة وأخذ فترات راحة وورديات عمل مناسبة والقيام بعمل الصيانة المناسبة للماكينات. مخاطر الضوضاء: الماكينات والأدوات الزراعية يمكن أن تعرض العامل للضوضاء والتي قد تلحق الضرر بحاسة السمع مما يؤدي إلى الصمم. للوقاية من ذلك فمن الضروري عمل صيانة مناسبة واستخدام سماعات وسدادات ضد الضوضاء. مخاطر خاصة بالأطراف العلوية: بعض الأعمال الزراعية ممكن أن تسبب أمراض بالكتفين والكوع واليد والمعصمين. يجب تجنب تكرار الحركات وعدم رفع الذراعين لفترة طويلة فوق الكتفين والعمل على تناوب الأنشطة. تحريك الأحمال الثقيلة: رفع أو دفع أو سحب أو تحريك حمولة يمكن أن يسبب أعراض وأمراض خاصة بالرقبة والعمود الفقري، وبالتالي يجب تجنب الحركات العنيفة وإلقاء الحمولة أو رفعها فوق خط الكتفين. لرفع حمولة يفضل ثني الساقين وتقريب الهدف إلى الجسم. لا يجب دوران الجذع فقط ولكن كامل الجسد. إذا كان الوزن ثقيلاً يجب تقسيم الحمولة واستخدام عربات يدوية وعربات نقل أغراض. يجب ارتداء دائماً القفازات والحذاء الخاص بالعمل. المخاطر الكيميائية: قد يتعرض العمال الزارعين إلى العديد من المواد الكيماوية، على سبيل المثال مبيدات الحشرات والآفات والمواد المثيبة والوقود التي قد تسبب أمراض على الجلد والرئة والكبد والجهاز العصبي وكذلك السرطان. لاستخدامهم يجب قراءة النشرة دائماً، ولحماية العمال يجب ارتداء بدلة العمل والنظارات والقفازات. عند استخدام هذه المنتجات لا يجب على الإطلاق تناول الطعام أو الشراب أو التدخين. في حالة التسمم يجب الابتعاد عن المادة والاتصال بمسؤول الإسعافات الأولية وعدم الشراب وتذكر تسليم عبوة المنتج إلى الإسعافات الأولية. الشمس والحرارة: العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف وفي بيئة مغلقة وسيئة التهوية
فقط يعرض لخطر إصابة بضربات الشمس وارتفاع الحرارة. الأعراض عبارة صداع ودوخة وغثيان ورعشة التي يمكن أن تزداد سوءاً وتصل إلى فقدان الوعي والغيبوبة. للوقاية منها يوصى بشرب الماء والاستحمام بشكل متكرر وارتداء ملابس فاتحة وخفيفة من القطن وتغطية الرأس وتناول وجبات خفيفة وعدم شرب كحوليات. يجب تجنب الجهود المكثفة خلال الساعات الأكثر حرارة. عند ظهور هذه الأعراض يجب نقل الشخص المصاب إلى مكان بارد وجيد التهوية وإنعاشه بماء رطب وجعله يشربه ببطء. الشمس والإشعاعات. التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب أمراض للجلد والعين. يجب الحد من التعرض للشمس خلال الساعات الأكثر حرارة والوقاية منها من خلال ارتداء النظارات والقبعة واستخدام كريم واقي من الشمس. يجب ارتداء ملابس تحمي من الشمس وعدم ممارسة العمل ببشرة مكشوفة. المخاطر الكهربائية. الطاقة الكهربائية يمكن أن تسبب مخاطر قد ينتج عنها حروق وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي وتشنجات وصدمة. في حالة الحوادث الكهربائية يجب فصل التيار. لا يجب ملامسة من يزال ملامساً للسلك لأن هناك خطر يصل للموت، ولكن يجب استخدام عصا أو سلك من البلاستيك لإبعاده مع المحافظة على عزل القدمين. لا يجب استخدام مطلقاً أجسام معدنية أو مبللة. يمكن حدوث تفريغ لشحنات كهربائية أثناء البرق والعواصف. يجب تجنب البقاء في الهواء الطلق في الحقول وعدم ملامسة أدوات معدنية أو البحث عن مآوي تحت الأشجار. يجب البقاء في مكان مغلق إن أمكن. علامات السلامة. كل لافتة توجد بالشركة لها لون وشكل خاص تحمل معنى دقيق، فلنراها معا. ممنوع دخول الأشخاص غير المصرح لهم. حماية الجسم إلزامية. أحذية السلامة إلزامية. يجب ارتداء القفازات الواقية. تحذير: خطر السقوط لاختلاف المستوى. مخارج الطوارئ. الإسعافات الأولية. طفاية حريق. النساء والعمل. التشريع الحالي يحمي العاملات الحوامل. في حالة الحمل يجب على العاملة إبلاغ صاحب العمل بذلك في أقرب وقت ممكن الذي سيقرر مدى توافق النشاط الممارس مع حالة الحمل. الكحول والمخدرات والعمل. يمنع قانون تناول الكحول والمخدرات في أماكن العمل وأثناء ممارسة العمل. الكحول مادة سامة لجسمنا حيث يمكن أن تؤدي إلى الإدمان والأمراض والحوادث وإصابات العمل. جميع المخدرات لها آثار على صحتنا مثل الإدمان والاكتئاب والاضطرابات النفسية وأمراض القلب وتلف الدماغ والوفاة. تناول المشروبات الكحولية والعقاقير نفسانية التأثير يغير الحالة الصحية ويعرض للخطر صحة وسلامة العامل وللمحيطين. الإسعافات الأولية. في حالة الإصابة أو المرض يجب الاتصال بمسؤول الإسعافات الأولية الذي سيعطي الدعم الأولي، وإذا لزم الأمر يمكن الاتصال بخط الإغاثة 112. تجنب وقوع حوادث في قطاع الزراعة. تمثل الزراعة قطاع عالي من حيث حدوث مخاطر الإصابات ومخاطرة خطيرة ومميتة، غالباً من تنتج من الماكينات وبيئة العمل التي لا يتم فيها الإشارة للمخاطر بشكل كافي. من الضروري المحافظة على التواجد على مسافة آمنة من الماكينات عندما تكون في حالة حركة. يجب تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة والقلائد والأساور التي يمكن نزعها من قبل تروس الماكينات والتي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة للغاية وكذلك فقدان الأطراف. لا يجب نزع معدات السلامة من الماكينات ويجب المحافظة على نظام البيئة وأدوات العمل. حماية الصحة والحياة مع احترام القواعد.